أستاذ جمال قبش، أهلا وسهلا فيك على الجرس. بدنا نسألك بشكل عام عن الأجواء اليوم بالانتخابات 2020 لنقابة الفنانين. أولا وجودي هون هذا دليل أنه أنا مآمن بشيء اسمه نقابة الفنانين، واختياري للأشخاص اللي وضعهم الحية الديمقراطية كمان دليل، بس ولكن دائما نحن نوقف يمكن صرت مشارك من وقت ما فتنا للنقابة من عام 1980 للآن كذا مرة، بس للأسف طموح دائما أكبر من يبي نحسن نقوله أنه بتأمل أنه مجلس ينظر عند اعتبار لأشياء كثيرة. أولا للقانون الجديد اللي تم اختياره اللي هو نحن ما استشرنا فيه، نحن جايين نمارس حقنا الديمقراطي، بس ولكن للأسف نادر ما يتاخد رأينا بأشياء وأشياء. يلي حابب أقوله كمان البلد عم يتألم، ويبدو إجا الوقت المطلوب فيه المؤسسات أو حتى النقابات بدور لتحمي فيها الفنان، تحمي فيها المهنة، لأنه بالأخير الفنان له كلمته وله رأيه وله موقع بالمجتمع. ما بعرف شو بدي أقول، بس اللي بيقوله إنه الأمل موجود خاصة بالزملاء الجدد إن شاء الله. في اسم محدد بتتمنى حقيقة يكون موجود وما رشح نفسه؟ أنا متألم بقضية يعني أنا بتذكر انتخابات سابقة كان عرس حقيقي، يعني هلأ إذا نرجع للأرقام نشوف إنه نقابة فرع دمشق اللي هي النقابة إذا بدك، لأنه عدد الأعضاء بسوريا تقريبا شيء بحدود 1900 شخص، فرع دمشق شيء 880 150، فرع ريف دمشق 150 900، بتحسي هدول الفرعين هن الأساس. متألم لأنه في أسماء علم أنا ما شفتها، في أسماء يعني المفروض تحط صوتها مثل يمكن هي ما بدي أقول ما بحسن أقول مثل يعني أسماء كثيرة، يعني لأ أنتوا لازم تحطوا أسماءيات وتشوفوا كم شخص رشح عالم، كم شخص إجا صور، ما بعرف شو بدي أقول. أنا أستاذ جمال قبش ليش ما رشحت نفسك هاي السنة؟ جربت في دورة السابقة اللي يعني فكرت إنه بحسن أعمل شيء، فاجأت إنه القوانين بتصب على التيار، نحن بحاجة لتغيير قوانين النقابة خاصة القوانين تتعلق بالانتخابات. يعني إذا بحكي بهي القضية نحن عام 1984 كان في أول مرة بمارس حقي الديمقراطي بالنقابة، ومسرح الحمراء يشهد آنذاك لجو ديمقراطي كان عرس حقيقي، كان المرشحين الله يرحمهم الكل ماتوا، أستاذ في أسبوع الله يرحمه أولاني رماني أشغيل كان عام الزملاء اللي عم يسمعوني اللي يعرفوا حقيقة شلون كان الجو ديمقراطي وشلون صار في لعبة لتتغير الأسماء ويتبدلوا بعد ما طلع المسرح الله يرحمه رفيق إسماعي طلع محمول على الأكتاف إنه هو كنقيب، قام صار لعبة تغير وإجا واحد شخص محله، من وقتها الإحباط. مين كان الشخص؟ ترجع إلى الـ 84 بتشوفي مين تعين آنذاك، ما بدي أذكر أسماء الله، ذكرنا الثلاثة اللي ترشحوا، بس من وقتها صارت اللعبة وتغير قانون النقابة فيما يتعلق بالترشيح. بتأمل أول شغلة يعملوها زملائنا إنه يغيروا قانون الانتخابات، يعني أجي لهون أنا أختار نقيبي مو غيري يختار غيري، أختار نقيب بآمن بفكره. يعني هاي السنة ممكن في هذا الشيء صار؟ لا هاي السنة حقيقي النقابة لسه ما تغير فيما يتعلق بالانتخابات، انتخابات بس لحتى أنا بختار زملاء عضوي هن اللي بيختاروا زملائي، يعني أنا ما بختار نقيبي، النقيب هو منصب شرفي، منصب فني، منصب إنساني، منصب أخلاقي، النقيب له مواصفات، النقيب لازم يكون محبوب من كل الزملاء، النقيب لازم يصف لمصالح الزملاء، يلي شفناه بالدورات اللي مرقت كان النقيب ضد الزملاء، يعني في أشياء كثيرة أنا بيألمني ولا بحكيها بكل صراحة، وقت تروح النقابة تشوف المتقاعدين اللي مو حسنان يطلع من بيته جايب آخر الشهر ليقبض راتب التقاعد اللي هو راتب جدا زهيد، بس أنت عوض ما توفر له الرعاية والحماية تيجي بتحط له قوانين أو قرارات
يعني للأسف وجهت لي بحق زملائنا الكبار يلي هن هدول الطريق نجي نحط لنا نصهم اثنين يعني بالأزمة اللي مرقت فيها البلد كثير من الزملاء قعدوا بدهم شغل، كثير من الزملاء ما توفر لهم عمل، كثير من الزملاء يعني كانوا بحاجة لطبابة. هلا الإدارة أو المجلس السابق كثير حط شروط قاسية فيما يتعلق بالملف الطبي، بملف ملفات العمل. يعني أنا بودي أنا كثير بتجيني حالات مهنية النقابة ما بتصف صالحي، بتحسي النقابات انخلقت بها البلد لتكون ضد الأعضاء. النقابات بالعالم من وقت ما تأسست هي واجهة لحماية الأعضاء. بتمنى النقابات تمشي بهذا الاتجاه إن شاء الله يا بتمنى رب. لأنه القوانين مكتوبة بشكل بتحسي يلي كاتب النقابة أو شروط قوانين النقابة مكتوبة بشكل كتير حضاري، بس وقت نجي للناحية التطبيق العملي بنشوف ماشي عكس التيار. صحيح، نتمنى أكيد كل واحد بيكون ببلده أهم القوانين وتمشي الأمور تكون يعني لصالح الجميع. سنديكا النقابة تعني سنديكا، يعني سنديكا هي المساندة، أن تساندني. نحن قبل ما يكون في عنا نقابات كان عنا شيخ الخار اللي هو النقيب، هو إذا بتشوفيه بالأعمال الشامية القديمة الكلمة الأولى والأخيرة له، وتصير أي مشكلة هو يحلها. نحن اللي عم نلاحظ هلا نقيبنا هو اللي عم يحط العصي بالدواليب، وإذا في مجلس نقابة صح المفروض يصف مصلحة المهنة ومصلحة الفن، لأنه بالأخير الفن هو اللي عم يسمح يرفع راية الفن ويرفع راية البلد. صحيح. إذن الأعضاء هن هلا جاي لمارس حق الديمقراطية لأختار زملاء أنا واثق فيهم، بس بتمنى إنه تكتمل شغلة اللعبة ويتم اختيارهم بالمناصب أعلى مناصب النقابة إن شاء الله. بالأخير بتمنى للجرس إنه التوفيق، وشكرا لوجودكم معنا بهذا العرس في قوسين، خلينا نقول عرس فني، إن شاء الله بعد ما تطلع النتائج. شرفنا فيك أستاذ جمال، وشكرا لك وشكرا لطلتك معنا بالجرس. شكرا لك على شرفك.